أحسن الله إليكم. هذا نور الدين يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المريض إذا كان يصلي ولكن لا يتحرى القبلة؟ لا بد من استقبال القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. إلا إذا لم يستطع استقبال القبلة فإنها يسقط عنه هذا الشرط ويصلي على حسب حاله. وإلا التنفل في السفر للذي يسير في الليل، يسير على راحلته، على سيارته، على دابة في الليل، له أن يصلي صلاة الليل على المركوب أينما توجه به. نعم.